أيضا نأتي الآن إلى الفتح الإسلامي. هذه الأرض بقت في أيدي الروم، ومن فتحها؟ فتحها المسلمون زمن الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومن ذلك اليوم أصبحت هذه الأرض في قبضة المسلمين. وطبعا ما هي قصة الفتح؟ أنا سأروي أجزاء سريعة في قصة الفتح، وهي حقيقة قصة رائعة جدا. قائد القوات العسكرية في بلاد الشام من كان حينها؟ كان الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر ابن الجراح، هذه الشخصية الفذة التي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأمين هذه الأمة. وكان عمر بن الخطاب يحب أبو عبيدة حب كبير جدا، ما يذكر في حقه أن يوم من الأيام عمر بن الخطاب قد اجتمع بأصحابه وقال لهم تمنوا، لنسمع تمنوا، أتمنى أحدهم ملء هذا، يعني كانوا في مكان، فيقول أتمنى ملء هذا المكان ذهب. لماذا؟ قال لأنفقه في سبيل الله. وقال أنت؟ فقال أتمنى ملء هذا المكان غنما. لماذا؟ أنفقها في سبيل الله. ثم بعد ذلك توجه هؤلاء الجمع إلى عمر بن الخطاب فقالوا يا أمير المؤمنين تمنى أنت، لنسمع أمنيتك. قال الفاروق أتمنى ملء هذا المكان رجال كأبي عبيدة. لذلك لما توفي أو في سكرات الموت عندما طعن عمر بن الخطاب بخنجر لؤلؤ أبي لؤلؤ المجوسي قال مقولة مشهورة، والله لو كان أبو عبيدة حي لجعلته خليفة عليهم، ولو سألني الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لما جعلته خليفة على المسلمين لقلت له سمعت نبيك يقول أبو عبيدة أمين هذه الأمة. فشخصية أبو عبيدة هذه الشخصية الفذة التي كانت تقود الجيوش في بلاد الشام، لما وصلوا إلى البيت المقدس وحاصروهم محاصرة شديدة وضيقوا الخناق عليهم، خرج زعيم من زعمائهم أو دعنا نقول بابا المسيحيين فقال للمسلمين لا نريد حربا، في كتبنا نعرف الشخص الذي سيدخل الأقصى والذي لا يهزم، فأتونا بحاكمكم فإن كان هو سلمناه مفاتيح البيت دون حرب. فلما وصلت هذه الرسالة إلى أبي عبيدة اجتمع بالصحابة ماذا نفعل، ما رأيكم، هل نأتي بعمر من المدينة لكي يستلم مفاتيح أم ندخلها كما دخلنا المدن الأخرى؟ فتشاوروا ثم قالوا ما رأيكم، فلننظر من هو أشبه بعمر منا ونرسله إليهم. فنظروا إليهم فقالوا لا يوجد أشبه من خالد بن الوليد بعمر. فذهب خالد بن الوليد في صباح اليوم التالي واقترب من بوابة المسجد الأقصى وخرج ذلك الباب فنظر إليه فقال يشبهه لكنه ليس هو. سبحان الله، إذا كانت هذه الرواية طبعا يروها من كتبهم، فما كان منهم إلا أن أرسلوا رسالة إلى عمر بن الخطاب، فجاء عمر بن الخطاب من المدينة وقصته جميلة جدا، وهو يأتي وهو قادم من المدينة المنورة. طبعا عمر بن الخطاب الذي كان يحكم كل تلك الأراضي شبه الجزيرة العربية بأكملها وبلاد الشام بأكملها وفارس بأكملها وأجزاء من مصر، هذا الملك الكبير يأتي من مركز أو من عاصمة الدولة هو وغلامه ويتعاقبان على جمل واحد، مرة يركب الغلام ومرة يركب أمير المؤمنين. ولما وصلوا على مقربة من المعسكر كان الدور على الغلام، فقال الغلام لأمير المؤمنين قل له لا يحق لي أن أركب ونحن على مقربة من المعسكر، قال له الدور لمن؟ قال له لي، قال اركب. بل الأمر الذي زاد هذا الأمر عظمة وإجلالا لهذه الشخصية أنهم اقتربوا من مكان ضحل به طين، فقال الغلام لأمير المؤمنين قل له الآن دعني أنا أنزل، لا يمكن أن تطأ بأقدامك وتصل إلى المعسكر بالطين. فقال الدور لمن؟ قال لي، قال إذا نبقى. فمر عمر بن الخطاب بتلك المكان الضحل وقد خلع عليه حتى يطأ ذلك الطين، وصل إليهم مليء بالطين وهو الذي يحكم هذا العالم الذي ذكرته آنفا. هذه عزة الإسلام، هذه العزة التي نريدها. هل هو يعني فقير حتى يأتي بأي طريقة؟ لا، هو غني لدرجة أن الدولة في تلك الفترة بلغت من الغنى لا نستطيع أن نتصوره. ثم بعد ذلك دخل المسجد الأقصى، لا أريد أن أكمل لأن الوقت يضيق، ولكن بعد أن اقترب من المسجد الأقصى ونظر إليه الباب قال هو الذي يلبس المرقع
فما كان منهم إلا أن فتحوا الأبواب ودخل المسلمون إلى أرض المقدس، فأصبحت هذه الأرض في أيدي المسلمين منذ ذلك اليوم، وطبعا عقدت فيها أيضا ما يسمى بالعهدة العمرية.